لازم ما ينفعش ان الخطة ما تتكملش، لازم الخطة تتكمل، لازم نكمل لانه خلاص في خطط وفي حاجات مشاريع كتيرة وفي مواضيع كتيرة مفتوحة فلازم تتكمل. اعتقد انه احنا الفترة اللي فاتت فعلا حققنا نجاح كبير وواضح. اذا كان في التعليم بنحاول بنبدأ في بداية لتطور التعليم، في بداية حتى في الطرق والكباري، في المشاريع الاقتصادية اللي حصلت، الحرب على النيل والتنمية. أهم حاجة الحقيقة، من أهم الحاجات اللي اتحققت اللي أنا سعيدة بيها جدا، العشوائيات والقضاء على العشوائيات، وإن البشر والمصريين كلهم من حقهم إن هم يعيشوا في بيوت زي بقية الناس ويبقوا زي بقية البشر. ده حقهم، ده حقهم علينا. فدي أهم نقطة الحقيقة كانت عجباني جدا. صحيح لسه في الصعيد وفي بعض المناطق صحيح لسه ما حصلش، لكن بنشتغل عليها لأنه مش هيحصل في يوم وليلة. دور الفن يا فندم، دور الفن في إبراز الإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة القادمة. لا، هو الفن مش بيعظم شخصية ومش بيعظم حد معين، لا، الفن دوره ان هو بينقل صورة المجتمع كان ايه وحصل فيه ايه. لكن الفن مش وظيفته ان هو يتكلم عن شخص بالتحديد، لانه الحقيقة انا في النهاية انا بعتبر سيادة الرئيس مش الرئيس، انا بعتبره كبير العيلة. يعني هو اداني الاحساس ده من اول يوم جه، والاحساس ده مستمر معايا انه ده اخويا الكبير، ده يعني حد عيلة، يعني هو محسسنا بده. رسالة اخيرة تنقلها للعالم تقولوا لنا؟ العالم اقول لهم احنا كنا في عنق الزجاجة، احنا كنا على وشك الانهيار، لكن سقط الرئيس في الشعب بتاعه لانه هو واحد منهم، نجح انه هو يلمنا ويقوينا ويشجعنا. وصحيح يعني تعبنا ما ننكرش، اسعار زادت، الحياة غليت، ولكن الشعب المصري يعرف ومقدر اهمية وخطورة المرحلة، فهو ثقته في شعبه هي دي اللي نجحته.